خلي لي بالك يمي، مثل ما تعرفون ارتفاع بدرجات الحرارة، وارتفاع بدرجات الحرارة راح يسبب لي كثير من المشاكل عند الحمام، من بين هاي المشاكل اللي هي فقدان السوائل وفقدان الفيتامينات. يعني تلاحظ انه الحمام يلتجئ الى شرب المي اكثر من ما ياكل، وحتى اذا ياكل انه ورا فترة 10 دقائق او ربع ساعة راح يبدي يسوع الاكل اللي اكله، فالحمام راح يبدي يضعف وراح يسوف عندك، ومرات تصير عملية الدوبال بسبب شرب المي بكثرة للحمام. فتريد تتخلص من كل هاي الأمور، كل اللي عليك تسويه هو أنه مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع تسوي لي هاي الخلطة. حمود شنو هاي الخلطة؟ ركز وياي عزيزي المتابع. الأكل مالت الحمام، قبل ما أقدمه للحمام، ليمونة تنعصر بالكامل، إضافة إلى البرتقالة مثل ما موضح قدامكم تنعصر، وكمية قليلة من خل التفاح، يعني عندك خل تفاح وعندك الليمون وعندك البرتقال، ينعصر على الأكل بصورة صحيحة ويتجانس ويا الأكل، يعني ينخلط الأكل بالكامل. بعد ذلك 10 دقائق أو ربع ساعة لحد ما ينشف الأكل بصورة صحيحة وأقدمه للحمام، مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع راح تخلصك من كل هاي المشاكل اللي تصير عند الحمام.